انا احب اقول لعيبه الاهلي والجهاز الفني ان احنا كلنا ثقه فيهم ومتاكدين ان شاء الله انهم هيرجعوا بالكاس البطوله وهم يستحقوا كده. انا بتمنى لهم التوفيق وهم لعيبه رجاله وانا واثق ان شاء الله انهم هيكرروا الانجاز السنه اللي فاتت ويرجعونا بالبطوله ان شاء الله وبالكاس ان شاء الله. هم لعيبه رجاله وهم قادرين ان هم يلبسوا تيشيرت النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي جد البطوله ياخدها ان شاء الله المره الثالثه على التوالي. تمام، هو يكون قد المسؤوليه، مش فارق يعني بره الملعب او جوه، بره مصر او جوه مصر ان شاء الله بالتوفيق وتبقى الثالثه على التوالي ان شاء الله. وهو عودنا ان هم بيكونوا رجاله في المواقف دي يعني. احنا متعودين ان لعيبه الاهلي دايما رجاله والجماهير وراهم في اي مكان، طبعا اذا كان في المغرب وجماهير المغرب برضه هم احنا رايحين لهم، وان شاء الله يشرفونا ويرفعوا راسنا ويرفعوا راس مصر كلها ان شاء الله باذن الله. عايز اشكر اللعيبه طبعا ان هم وصلوا لحد النهائي وكانوا بالماتشات اللي فات كلها بيلعبوا حلو بصراحه. شيوان ان شاء الله الاهلي هيكسب، مش فارقه ملعب وداد او ملعب اهلي، كده كده مش هتفرق. هو الوداد لعبناهم 2020 وما كسبناهمش اي نتيجه، كسبناهم 5-1 في مجموع الماتشين. ان شاء الله ربنا يكرمهم كده، النادي الاهلي فريق كبير وباذن الله ربنا يكرمهم كده ويرجعوا لنا بالبطوله باذن الله، متعودين دايما باذن الله. قال لهم انتوا لعيبه رجاله وانتوا دايما قد المسؤوليه ودايما بكون عند حسن ظن الجماهير. النادي الاهلي متعود او لعيبه الاهلي عموما يعني متعودين على المواقف دي الصعبه، سواء بقى الماتش بقى في المغرب، الماتش في اي مكان. فهو خلاص احنا وصلنا ماتش فاينل، نركز على ماتش النهائي البطوله والحاجات التانيه دي بعدين يعني. لكن اهم حاجه دلوقتي اللي احنا نركز في اجواء الماتش، لان الماتش مش هيكون سهل، بس احنا واثقين فيكم جدا ان انت هترجع ان شاء الله بالكاس. اتمنى لهم التوفيق دايما يا رب. ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0 وان شاء الله يكون ال 11 الاهلي ان شاء الله، ويا رب يا رب يرجع ان شاء الله كسبان بال 11 ان شاء الله. لعيبه رجاله ومش اول مره تقع في الموقف ده، اقول للنادي الاهلي ان شاء الله ربنا يوفقكم وان شاء الله الى الامام على طول ان شاء الله يا رب. ان شاء الله تفوزوا بالماتش وترجعوا بالبطوله من المغرب بامر الله. بقول لهم يعني ان شاء الله هتشرفونا وهتكونوا على مستوى المسؤوليه وترفعوا راسنا، وسواء انتم يعني الماتش في القاهره او في المغرب ان شاء الله هتكونوا انتم فايزين باذن الله وتفرحوا جماهيركم ومصر كلها. اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله قدام الوداد وان شاء الله البطوله على 11 الاهلي باذن الله. انا اهلاوي اول حاجه 100%، وبتمنى من ربنا ينصر الاهلي ان شاء الله ويردهم سالمين غانمين وغالبين ان شاء الله منصورين. نقول ان شاء الله منتظرتكم في ال 11 ان شاء الله، ونقول انتوا اداء وقدود، وياما ان شاء الله ياما احنا قابلنا اصعب من كده، مواجهات اصعب شويه من كده، لكن نقول نتمنى التوفيق للاهلي باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يعني هيجيبوا ال 11 ان شاء الله، لان الاهلي في المواقف الصعبه بيبقوا كلهم واحده واحده. وعايزينهم نشوفهم زي ماتش انبي كده ان شاء الله في اخر دقيقتين يخلصوا لنا الماتش ويجيبوا لنا بال 11 ان شاء الله.